يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا فرقوا بين الخلق والأمر؟ وهل يترتب على ذلك شيء؟ الخلق غير الأمر يا أخي، الخلق الإيجاد والتكوين، وأما الأمر فهو الشرع، فهو الشرع الذي أنزله الله عز وجل على رسله، هذا الأمر. الذي خلق هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذي لا يخلق ليس له أمر، الأصنام والأضرحة والقبور لا تخلق، إذن ليس لها أمر ونهي ولا تشريع ولا تحليل ولا تحريم. نعم.